رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحط رحلنا عند الخاطرة 36 بعد 100 الأولى من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور العلامة مصطفى السباعي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان، تحت عنوان لولا ولولا. قال: لولا رحمتك بي، عم يناجي الله سبحانه وتعالى، لولا رحمتك بي يا إلهي لكنت فريسة الأطماع، ولولا هدايتك لي لكنت سجين الأوهام، ولولا إحسانك إلي لكنت شريد الحاجات، ولولا حمايتك لي لكنت طريد اللئام، ولولا توبتك علي لكنت صريع الآثام. نعيد الأخيرة: ولولا توبتك علي لكنت صريع الآثام. إذن يبدأ بالرحمة الإلهية فيقول: لولا رحمتك بي يا إلهي لكنت فريسة الأطماع. يعني لولا أن الله عز وجل يحيط عبده برحمته لكان ضحية أطماعه، يعني أهوائه، شهواته. هذه الأهواء، تلك الشهوات، تلك الأطماع التي تعتلج بداخل كل منا، يعني تنتهي بالإنسان إلى الضياع. من الأهواء النظر للنساء، من الأهواء حب المناصب، من الأهواء حب الزعامة، حب تصدر المجالس، من الأهواء الرياء، حب مدح الناس، حب الثناء. لكن رحمة الله تدرك هذا العبد، توقظ فيه الإيمان، تذكره أن عبوديتك لله مقدمة على كل شيء، أن الله عز وجل يعني لا يقبل طيب، لا يقبل إلا الطيب من العمل. فيستدرك هذا الإنسان فيقف عند حدوده ويصحح نيته في عمله. قال: لولا رحمتك بي يا إلهي لكنت فريسة الأطماع، ولولا هدايتك لي لكنت سجين الأوهام. الهداية أيها السادة، هداية الله عز وجل للعبد، تحدد له الطريق. من أين أتيت؟ إلى أين أنا ذاهب؟ ما هو موقعي في هذه الحياة؟ يعني إلي أبو ماضي قال: لا أدري من أين أتيت، ولا يعني حكى كلام، طبعا هو ضايع وليس بمسلم، فلا يستطيع أن يجيب نفسه عن تساؤلات كثيرة. كثير ناس بيقولوا: وين احنا رايحين؟ يا ترى بعد الموت في حياة ولا ما في حياة؟ لاحظنا هالأسئلة. طيب نحن وين كنا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ في عذاب قبر ولا ما في عذاب قبر؟ في بعث؟ في قيامة؟ فالهداية هي التي تجيب على هذه الأسئلة، وهي التي تطرد الأوهام الكثيرة التي يتقدم بها الفلاسفة، أو الذين شذت عندهم العقول أو انحرفوا. ولولا هدايتك لي يا رب لكنت سجين الأوهام، ولولا إحسانك إلي لكنت شريد الحاجات. إحسان الله عز وجل للعبد يطرد حاجة كل إنسان سواه. يعني أنا عندما أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الإحسان فيحسن إلي، هذه عزة، عبوديتي لله سبحانه وتعالى عز. العبودية مع كل البشر، مع كل شيء في هذا الوجود، هي ذل، إلا مع الله هي عز. ولولا إحسانك إلي لكنت شريد الحاجات، ولولا حمايتك لي لكنت طريد اللئام. الآن خرجنا من بلادنا، كم من اللئام يطاردوننا، كم من اللئام يقصدون أن يؤذونا، وأن يؤذوا مشروعنا الإسلامي، وأن يؤذوا دعوتنا، وأن يشوهوا سمعتنا، وأن يفسدوا يعني الطريق السليم الذي سلكناه. لكن الله عز وجل هو الذي يحمينا. من الذي يحمينا من اللئام؟ من الذي يحمينا؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولولا حمايتك لي يا الله لكنت طريد اللئام. أخيرا: ولولا توبتك علي لكنت صريع الآثام.
المعاصي والآثام التي يقع بها الإنسان تنهي إيمانه، تفسد إيمانه إن هو استسلم لها وسار خلفها. لكن الله عز وجل بفضله وكرمه يدرك هذا العبد بالتوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل مهما أذنب العبد ومهما أخطأ ومهما انحرف، إذا جاء يطرق باب الله عز وجل فإن باب الله مفتوح له، مفتوح لنا جميعا. هذه الآثام التي يمكن أن تصرع صاحبها وأن تصرع إيمانه وأن تنهي مشواره الإيماني، هذه الآثام بفضل الله عز وجل وبفضل باب التوبة الذي فتحه لعباده ينجو هذا العبد، ينجو. لذلك مهما كانت المعاصي كثيرة ومهما أسرف الإنسان على عبده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى الكافر إذا عاد وجد باب الله مفتوح، حتى المشرك، لكن إذا مات على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.